بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. توقفنا من كتاب الصلابي، آخر شيء وصلنا إلى من يذكرنا؟ أخو الطلاب، آخر محاضرة كانت عن أي شيء؟ فيكم تفتحوا المايكات جوا. تفضل. أعطيتنا قطز. آخر شيء أخذنا واجب عن نعم القائد قطز، كان هذا نعم، أنا آخر شيء بدي واجبات. نعم كانت الواجبات واستلمنا من أقدم الطلاب، بارك الله فيكم جميعا. توقفنا الآن من كتاب الصلابية، يعني هذا القسم من التاريخ. سنبدأ الآن كما اتفقنا مع الإدارة بالعشرة المبشرين بالجنة، وسنبدأ اليوم إن شاء الله السلام عليكم. بسيدي بس الحق. أعطينا قبول للأخ أبو بصي عمر. يلا بينا. سنبدأ إن شاء الله بأبو عبيدة بن الجراح. من هو أبو عبيدة بن الجراح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. كان وضيء الوجه، بهي الطلع، رحيل الجسم، طويل القامة، خفيف العارضين، ترتاح العين لمرآه، وتأنس النفس للقياه، ويطمئن إليه الفؤاد. وكان إلى ذلك دقيق الحاشية، جم التواضع، شديد الحياء، لكنه كان إذا حزب الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عاديا، فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء، ويحكيه حدة ومضاء. ذلك هو أمين الأمة، أمين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي المكنى بأبي عبيدة. وصفه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: ثلاثة من قريش أصبحوا الناس وجوها، وأحسنها أخلاقا، وأثبتها حياء. إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك، إن حدثوك لم يكذبوك، وإن حدثتهم لم يكذبوك. أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. كان أبو عبيدة بن الجراح من السابقين الأولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه، فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مرعون وبالأرقم بن أبي الأرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلن بين يديه عليه الصلاة والسلام كلمة الحق، فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم. عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها، وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانه أتباع دين على ظهر الأرض، فثبت للابتلاء رضي الله عنه، وصدق الله ورسوله في كل موقف. لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنقها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. ما هي المحنة؟ خلينا نحكي هلا عنها. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الردى، فهابه المشركون، وكان يجول جولة من لا يحذر الموت، فحذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما واجهوه، لكن رجلا واحدا منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل اتجاه. وكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه ويتحاشى لقاءه، وكأنه لا يريد أن يقاتله أو يبارزه. ولج الرجل في الهجوم، وأكثر أبو عبيدة من التنحي، هو يحاول أن يقف أمامه ويبعده، لكن أبو عبيدة يحيد عنه ولا يريد أن يبارزه ويقاتله. وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك ووقف حائلا بينه وبين قتال أعداء الله،
فلما ضاق به ذرعا ضرب رأسه بالسيف ضربة فلقت هامته فلقتين، فخر الرجل صريعا بين يديه. من هذا الذي كان يقف بين يديه؟ نعم، المفاجأة كانت أنه رضي الله عنه قد قتل والده. أبو عبيدة لم يقتل والده، وإنما قتل الشرك في شخص أبيه. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا، فقال عز من قائل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا الأمر لم يكن عجيبا من أبي عبيدة، فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدين الإسلام والأمانة على أمة محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله. يحدثنا محمد بن جعفر قال: قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا القاسم، ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها، فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين. يقول عمر رضي الله عنه: فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا، وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ، رجاء أن أكون صاحب هذا النعت، أي وصف، الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله القوي الأمين. فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، جعل ينظر عن يمينه وعن يساره، فجعلت، من القائل؟ عمر رضي الله عنه يقول: فجعلت أتطاول له ليراني، فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح، فدعاه فقال: اخرج معهم فاقض بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه. فقلت: ذهب بها أبو عبيدة. إذا هذا الوصف والنعت العظيم الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم القوي الأمين، نال شرفها من؟ أبو عبيدة. ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسب، وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة، وقد برزت هذه القوة في أكثر من موطن. برزت يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا للقريش، وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنه، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره. فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة، فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه، ثم يشرب عليها ماء، فكانت تكفيه يومه إلى الليل. وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي: دلوني على محمد، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم، كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم ليذودوا عنه بصدورهم رماح المشركين. فلما انتهت المعركة كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته، وشج جبينه، وغارت في وجنته حلقتان من حلق درعه، فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنتيه أو من وجنته، فقال له أبو عبيدة: أقسم عليك أن تترك ذلك لي. أقسم على أبو بكر أن ينال شرف حماية النبي صلى الله عليه وسلم وإخراج تلك الحلقات من وجهه، فتركه. فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيده أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما، فاستخرجها ووقعت ثنيته، الثنية الأولى انكسرت ووقعت، ثم عض على الحلقة الأخرى بثنيته الثانية فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية. يقول أبو بكر في وصفه: فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، يعني الناس الذين قلعت ثنيتهم، الثنيتين قلعتا في إنقاذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فأعطته بهاء وجمالا. أيضا لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها منذ صحبته إلى أن وافته المنية. فلما كان يوم السقيفة، يعني سقيفة بني ساعدة، عندما أرادوا البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة: أبسط يدك أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة.
فقال له أبو عبيدة: ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات، ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق، فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة، مرة واحدة فقط عصى أبو عبيدة الفاروق رضي الله عنهما. ما هذا الأمر أو متى كان؟ لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر، حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها، فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا. عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط، فجعل يحصد الناس حصدا، طاعون يفتك به الناس. فما كان من عمر بن الخطاب إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها: إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها، فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك، أقصد بأعزم عليك أي أطلب بإلحاح وقوة، أو بمعنى أقسم عليك ألا تصبح حتى تركب إلي، وإن أتاك نهارا عن الكتاب، إذا وصلك نهارا فإني أعزم عليك أن لا تمسي حتى تركب إلي. أريد أن يلتحق به، أن يأتي ويخرج من بين الجيش الذين تفشى فيهم مرض الطاعون. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال: قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق. ثم كتب إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني قد عرفت حاجتك إلي، وإني في جند من المسلمين، ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم، يعني يريد الذي يصيبهم يصيبني، ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره. فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه، بكى بكاء شديدا، ولشدة ما رأوه من بكائه يقول له الصحابة من حوله: أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن الموت منه قريب. وفعلا لم يكذب ظن الفاروق رضي الله عنه، إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون. فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال: طبعا. إني موصيكم بوصية إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا، فإن المرء لو عمر 1000 حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا الذي ترى. إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون، وأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده. والسلام عليكم ورحمة الله. طبعا هذه رسالة يقولها من؟ أبو عبيدة لمن حوله. ثم التفت إلى معاذ بن جبل وقال: يا معاذ صل بالناس. ثم ما لبث رضي ايش الله الخبر عنه الكتاب بالله؟ أن فاضت روحه الطاهرة. نعم تفضل. اقول لك اي صفحة، اي صفحة من الملف؟ لا لا، ما من الملف، الكتاب وقفنا عنه لأني راح يحكي عن الفرق والخوارج والشيعة، هذول يكون لهم مبحث إما بفصل ما أو بسينما. وقفنا حاليا وانتقلنا إلى 10 المبشرين بالجنة. إذا بتتذكروا المحاضرات الماضية حكينا إني راح ناخذ قسم من كتاب الصلابي وراح نحكي عن 10 المبشرين بالجنة إن شاء الله. ايوه، لانه تماما ما لنا خبر، لانه في عدة طلاب بده يطبعون الكتاب. لا لا، ما تطبعوا، أنا قلت لكم أبحاث معينة لا تطبعوا. رح نحكي المقرر بس اللي حكيته في المحاضرات، لأني في أبحاث صفحات كثير هي مختصرة ما هي مطلوبة منكم، يعني لا تغلبوا حالكم تطبعوا، فقط تماما، اسف. اعتمدوا على المحاضرات. وإن شاء الله قريب الامتحان بنحكي شلون رح يكون الفحص. حاليا اللي عنده كتاب صور من حياة الصحابة في يوتيوب يعني إن شاء الله. بالنسبة لسيرة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وسيرة الصحابي الثاني اللي هلا رح نحكي عنه، اللي هو سعيد بن جبير، سعيد بن زيد رضي الله عنه. أنا كان رح أسألكم: من هم 10 المبشرين بالجنة؟ في حدا أحسن يجاوب عني من هذا السؤال؟ يعني من هم 10 المبشرون بالجنة؟
تفضلوا يا أخوي، معلش فيكم تتساعدوا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا الله يفتح عليكم. من هم العشر المبشرون بالجنة؟ تفضل يا أخوي. العشر المبشرون بالجنة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، نعم سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي. سيدنا إذن فينا علي. نقول الخلفاء الأربعة، تمام؟ هذول أربعة بقي ستة. إيه نعم. مين بيناتهم أبو عبيدة بن الجراح اللي أنا هلا عم بحكي عنه؟ وكمان في حدا بحب يساعد الأخ؟ إيه كم تفضل إيه سيدنا تفضل. الزبير بن عوام، نعم أحسنت. طلحة بن عبيد الله، نعم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، بارك الله فيك. وسيدنا سعيد بن زيد، نعم وسيدنا سعد بن أبي وقاص، نعم وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح. بارك الله فيك. الأخ إيش اسمك بس؟ حسين الحسين. إن شاء الله الله يفتح عليكم جميعا يا رب. بارك الله فيك. تمام، الله يسلمك ويحفظك. نتابع نهاية الكلام عن أبي عبيدة بن الجراح. قلنا قال لمعاذ: يا معاذ صلي بالناس. ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة، فقام معاذ وقال: أيها الناس، إنكم قد فوجئتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه يرحمكم الله. رضي الله عنهم أجمعين. المبشر الثاني بالجنة أيضا قلنا هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. سنذكر المقولة التي قالها والده زيد. زيد والد سعيد يقول: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير، يقصد اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تحرم منه ابني سعيدا. وقف زيد بن عمرو بن نفيل بعيدا عن زحمة الناس، يشهد قريشا وهي تحتفل بعيد من أعيادها، طبعا في أيام الجاهلية نتكلم، فرأى الرجال يلفون العمائم السندسية الغالية ويختالون بالبرود اليمانية الثمينة، وأبصر النساء والولدان وقد لبسوا زاهي الثياب وبديع الحلل، ونظر إلى الأنعام يقودها الموسرون بعد أن حلوها بأنواع الزينة ليذبحوها بين يدي الأوثان. فوقف مسندا ظهره إلى جدار الكعبة وقال: يا معشر قريش، الشاة خلقها الله، وهو الذي أنزل لها المطر من السماء فرويت، وأنبت لها العشب من الأرض فشبعت، ثم تذبحونها على غير اسمه، إني أراكم قوما تجهلون. فقام إليه عمه الخطاب. من هو الخطاب؟ ووالد عمر بن الخطاب، فلطمه وقال: تبا لك، ما زلنا نسمع منك هذا البذاء ونحتمله. يقصد البذاء يعني الكلام السفيه، كل إنسان يدعو للتوحيد يعتبرونه أنه سفيه، حتى نفد صبرنا. ثم أغرى به سفهاء قومه فآذوه ولجوا في إيذائه حتى نزح عن مكة والتجأ إلى جبل حراء، فوكل به الخطاب طائفة من شباب قريش ليحولوا دونه ودون دخول مكة، فكان لا يدخلها إلا سرا، كلما يدخل يتسلط عليه هؤلاء الشبان حتى يؤذوه، ولا يمنع القصد أن يمنعه من دخول مكة. ثم إن زيد بن عمرو بن نفيل اجتمع في غفلة من قريش إلى كل من ورقة بن نوفل وعبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث وأميمة بن عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يتذاكرون ما غرقت فيه العرب من الضلال. فقال زيد لأصحابه هؤلاء المجتمعين: إنكم والله لتعلمون أن قومكم ليسوا على شيء، وأنهم أخطأوا دين إبراهيم وخالفوه، فابتغوا لأنفسكم دينا تدينون به إن كنتم ترمون النجاة. فهب الرجال الأربعة إلى الأحبار من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل يلتمسون عندهم الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. أما ورقة بن نوفل فتنصر، وأما عبد الله بن جحش وعثمان بن الحارث فلم يصلا إلى شيء، وأما زيد بن عمرو بن نفيل فكانت له قصة فلنذكرها إن شاء الله بعد قليل سنذكرها. يقول زيد وهو يبحث عن الحنيفية دين إبراهيم ويريد أن يدخلها، لأنه يدرك وموقن بأن هؤلاء الناس القوم على دين الجاهلية، الذين هم على دين الجاهلية هم على ضلال وباطل. يقول زيد بن عمرو: وقفت على اليهودية والنصرانية فأعرضت عنهما إذ لم أجد فيهما ما أطمئن إليه،
وجعلت أضرب في الآفاق بحثا عن ملة إبراهيم حتى صرت إلى بلاد الشام. فذكر لي راهب عنده علم من الكتاب، فأتيته فقصصت عليه أمري. فقال: أراك تريد دين إبراهيم يا أخا مكة؟ قلت: نعم، ذلك ما أبغي. فقال: إنك تطلب دينا لا يوجد اليوم، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث. قل له: ارجع إلى بلدك. الحق له مكة، ولكن الحق ببلدك، فإن الله يبعث من قومك من يجدد دين إبراهيم، فإذا أدركته فالتزمه. فقفل زيد راجعا، يعني رجع عمل بالوصية، إلى مكة يحث الخطى التماسا للنبي الموعود عليه الصلاة والسلام. ولما كان في بعض طريقه بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق. إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى مكة، لكن زيدا لم يدركه، إذ خرجت عليه جماعة من الأعراب فقتلته قبل أن يبلغ مكة، وتكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما كان زيد يلفظ أنفاسه الأخيرة رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم إن كنت حرمتني من هذا الخير فلا تحرم منه ابني سعيدا. وشاء الله أن سبحانه وتعالى أن يستجيب دعوة زيد، فما إن قام الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام حتى كان سعيد بن زيد في طليعة من آمنوا بالله وصدقوا رسالة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا عجب في ذلك، لأن سعيد في بيت يستنكر ما كانت عليه قريش، نشأ في ذلك البيت الذي ينكر على قريش ما كانت عليه من الضلال، وربي في حجر أب عاش حياته وهو يبحث عن الحق، ومات وهو يركض لاهثا وراء الحق. ولم يسلم سعيد وحده، وإنما أسلمت معه زوجته فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد لقي الفتى القرشي من أذى قومه ما كان خليقا أن يفتنه عن دينه، ولكن قريشا بدلا من أن تصرفه عن الإسلام استطاعه وزوجه أن ينتزعا منها رجلا من أثقل رجالها وزنا وأجلهم خطرا، حيث كانا سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. وضع سعيد بن زيد طاقاته الفتية الشابة كلها في خدمة الإسلام، إذ أنه رضي الله عنه أسلم وسنه لم تجاوز 20 بعد، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. نتابع إن شاء الله. أين وصلنا؟ كنا نتكلم عن إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه، قلنا أسلم وسنه لم تجاوز 20 بعد، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا بدرا، فقد غاب عن ذلك اليوم لأنه كان في مهمة كلفه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وأسهم مع المسلمين في استلال عرش كسرى وتقويض ملك قيصر، وكانت له في كل موقعة خاض غمارها المسلمون مواقف غر مشهودة وأياد بيض محمودة. ولعل أروع بطولاته تلك التي سجلها يوم اليرموك، فنترك له الكلام رضي الله عنه وهو يحدثنا ما الذي حصل معه في يوم اليرموك. يقول رضي الله عنه: لما كان يوم اليرموك كنا 24 ألفا أو نحو من ذلك، فخرجت لنا الروم 20 و100 ألف، وأقبلوا علينا ذخطا ثقيلة كأنهم الجبال تحركها أيد خفية، وسار أمامهم الأساقفة والبطارقة والقسيسون يحملون الصلبان وهم يجهرون بالصلوات، فيرددها الجيش من ورائهم وله هزيم كهزيم الرعد، يعني الصوت عالي. فلما رآهم المسلمون على حالهم هذه هالتهم كثرتهم وخالط قلوبهم شيء من خوفهم. أصابهم الخوف بسبب ما رأوا من ذلك، يعني هابوهم. عند ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يحض المسلمين على القتال، فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. وأشرعوا الرماح واستتروا بالتروس،
والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله. قال سعيد: عند ذلك خرج رجل من صفوف المسلمين وقال لأبي عبيدة: إني أزمعت على أن أقضي أمر الساعة، مقصود بأزمعت يعني عزمت أن أموت في سبيل الله اليوم، فهل لك من رسالة تبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو عبيدة، نعم، تقرئه مني السلام ومن المسلمين السلام، وتقول له: يا رسول الله، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال سعيد: فما إن سمعت كلامه ورأيته يمتشق حسامه ويمضي إلى لقاء أعداء الله حتى اقتحمت إلى الأرض وجثوت على ركبتي وأشرعت رمحي وطعنت أول فارس أقبل علينا، ثم وثبت على العدو وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوف، ذهب كل الخوف، في بداية المعركة كانوا في حالة خوف، فثار الناس في وجوه الروم وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر. شهد سعيد بن زيد بعد ذلك فتح دمشق، فلما دانت للمسلمين بالطاعة جعله أبو عبيدة بن الجراح واليا عليها، فكان أول من ولي إمرة دمشق من المسلمين. وفي زمن بني أمية وقعت لسعيد بن زيد حادثة ظل أهل يثرب يتحدثون بها زمنا طويلا، ذلك أن أروى بنت أويس زعمت أن سعيد بن زيد قد غصب شيئا من أرضها وضمها إلى أرضه، وجعلت تلوك ذلك بين المسلمين، يعني تذكره وترده بين المسلمين وتتحدث به، ثم رفعت أمرها إلى مروان بن الحكم والي المدينة المنورة، فأرسل إليه مروان أناسا يكلمونه في ذلك، فصعب الأمر على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يرونني أظلمها؟ كيف أظلمها وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، أي طوق بذلك الظلم، اللهم إنها قد زعمت أني ظلمتها، فإن كانت كاذبة فأعمي بصرها وألقها في بئرها الذي تنازعني فيه، وأظهر من حقي نورا يبين للمسلمين أني لم أظلمها. لم يمض على ذلك غير قليل حتى سال العقيق بسيل لم يسل مثله قط، لم يسل مثله قط. طبعا العقيق هو عبارة عن وادي في المدينة يجري فيه السيل، فكشف عن الحد الذي كانا يختلفان فيه، وظهر للمسلمين أن سعيدا كان صادقا، ولم تلبث المرأة بعد ذلك إلا شهرا حتى عميت، وبينها هي تطوف في أرضها تلك سقطت في بئرها. قال عبد الله بن عمر: فكنا ونحن غلمان نسمع الإنسان يقول للإنسان: أعماك الله كما أعمى الأرض. هذه الجملة التي يتداولونها فيما بينهم كان لها قصة بين سعيد وبين تلك التي ادعت بأن لها مظلمة لله، ولا عجب في ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فكيف إذا كان المظلوم سعيد بن زيد رحمه الله تعالى أحد العشرة المبشرين بالجنة؟ نتوقف إلى هنا، إلى هذا القدر، نكون قد أنهينا بعض الصفحات المشرقة من حياة أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين، وجعلنا وإياكم في الجنة وجمعنا معهم في جنان الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. في أحد عنده سؤال؟ حاليا لا يوجد واجبات إن شاء الله، من تأخر في إرسال الواجب أنتظر الواجب. في أمر آخر، هل هناك مشكلة في التاريخ الذي نتدارسه؟ أم هو صعب عليكم؟ في لا لا تمام، اقتراحات؟ الله يجزاك خير على شيء. تمام، وإياكم يا رب. حاليا الوقت، الواجب الأخير والله، بس الواجب الأخير إيش كان الواجب الأخير؟ أرسلت أنت واجب قطز؟
إيه أرسلته أرسلته. نعم، بارك الله فيكم. حاليا لا يوجد واجبات، يعني ربما نتكلم، قد يكون في هناك بحث فيما بعد رمضان، لكن بالنسبة للواجبات بارك الله فيكم، هناك كان في واجبات متميزة، أبحاث جميلة، في سبق أبحاث مستفيضة، وفي ناس كتير مختصرين. طبعا أنا اعتبرت أن الكل أدى الواجب، لكن قد نعرض فيما بعد عندما يكون في هناك نقاش مثلا، قد تكون هي حلقة البحث، أو أكلفكم بإن بقي لدينا وقت بحلقات بحث أخرى إن شاء الله نحددها لاحقا. جزاكم بس الله، في تفضل. انسان، بس في اخوه اجداد سجلهم، شلون هذول بده يكتبون وظائف ولا شلون؟ هلا بالنسبة للإخوة اللي دخلوا جديد، الوظائف كتبناها على المجموعة، ويا ريت أنتم تتعاونوا معاهم، لأن الوظائف عليها علامات، تمام يا يعني سيدي، شيء في عليه 20، في شيء عليه 10، وأتمنى من الكل يحضر. الأخوة اللي صار في عنده تضارب الجمعة الماضية، إني ما أحس إنه يحضروا بسبب الظروف، يعني راح نعتبرهم في رمضان، يعني إكراما للشهر لا الفضيل انت عارف وإكراما الاسبوع لكم، إني الماضي راح ما كنت نعتبرهم حاضر موجودين. يا انسي، انا الاسبوع الماضي ما كنت حاضر، بس صار غلط، نعم مره بتقولون بالمساء مره بتقولون بالنهار، نعم حتى اليوم ما عتموا نظامنا، هلا اليوم ما أنا عتموا نظامنا. لا سبقت شوي، لأن الأخوة في السنة الأولى طلبوا كمان يكون في محاضرة، راح نعمل فاصل حتى بس أنا أرتاح شوي بالمحاضرة، تكون محاضرة السنة الأولى. الله يبارك فيكم. أنسة طبعا هل أحسن بالنسبة الله إليكم، أحسن لكم بالنسبة جميعا، للجمعة الماضية يعني نجد صعوبة بوقت المحاضرة، أنه بالنهار يا ريت يكون بعد صلاة التراويح الساعة 9 9 وربع أفضل. يعني هل طب ماشي، أنا ما عندي مشكلة، رح نعمل استفتاء مرة ثانية ونشوف أي وقت مناسب، رح ناخذ برأي الأكثرية، يعني لأني في بداية رمضان عملنا بعد التراويح طلبوا أن تكون في أرض النهار بالجمعة وبعد صلاة الجمعة، يعني إن شاء الله بنعمل استفتاء بارك يعني الله سيكون فيكم. شخص شخصين فقط، يعني ما تكلموا عن الكل، يعني ما بالنسبة أنا حبيت الكل للأساتذة يعطيني والشيوخ صوته، الباقين إذا هم الكل يعطونا بعد شارك، التراويح. نعم إذا الكل شارك وأعطاني الصوت، يعني الكل تكلم أي وقت أفضل عنده خلص. بس في بعض الإخوة ما قالوا لا إيه ولا لا، طب هذول اللي ما حكوا لا إيه ولا لا، أنا ما مين أحطهم. بارك الله فيكم جميعا. على بالنسبة لي كل أنا حال حاليا أنا ما شفت تصويت، نعم يعني ما انتبهت على التصويت بالنسبة لكم، بس أفضل وقت يعني بالنسبة لكل أنه بعد التراويح أفضل وقت حاليا، لأنه بالنهار في عندنا أشغال، وفي تعرفين يعني عندنا طلعات تدريسية بالنسبة للأطفال تمام إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، ضيفت عليكم.